بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بحضراتكم في فيديو جديد من فيديوهات تبسيط العلوم. النهارده بنتكلم على فيديو عملي هاو تو يوز اوتوكليف او يوزنج اوتوكليف. ايه الاوتوكليف؟ هو جهاز مهم جدا بيستخدم في كل او جميع معامل البيولوجي او الميكروبيولوجي او الالجي او الطحالب. الجهاز ده عباره عن جهاز تعقيم بيستخدم الحقيقه ثلاث حاجات في التعقيم. بيستخدم ضغط عالي، بيستخدم حراره عاليه، وبخار الميه. يبقى بيستخدم ثلاث حاجات للتخلص من الكائنات الدقيقه اللي ممكن تلوث اي عينه من عينات الميكروبيولوجي او العينات الطحالب او العينات اللي احنا بنشتغل فيها في معمل البيولوجي. الحقيقه بيشتغل بطريقتين او في دورتين زي ما احنا شايفين قدامنا هنا. عمليه استراليزيشن خاصه بالسوليوشنز اللي هي بالمحاليل او المزرعه البكتيريه، المزرعه اللي انا حزرع عليها بكتيريا او فطريات او طحالب الى اخره. دي بتستخدم حاجه اسمها سلو اكزوست او التصريف البطيء. ليه؟ هنعرف اثناء الايه الشرح. النوع الثاني من الدورات او التشغيل للاوتوكليف هو استراليزيشن بس للامتي بوتلز، ده بيسميه دراي امتي بوتلز يوزنج فاست اكزوست، ده التصريف السريع. وهنعرف الفرق بين الاثنين اثناء الشغل بتاعنا. نشوف مع بعض الخطوات كده ونتعرف عليها خطوه خطوه. أول خطوة بندوب الإيجار اللي موجود اللي إحنا عايزين نصب فيه الميديا أو الوسط كده، وبنجهزها وبنغطيها بغطاء معين ونحط التيب عليها أو الشريط. الشريط اللي بنستخدمه ده الحقيقة مش شريط عادي، أهو لازم نتوقف هنا. الشريط اللي إحنا بنستخدمه ده يبدو إن هو لاصق عادي، لكن ده مش حقيقي. هو بيكون فيه شرائط، فيه خطوط بالشكل ده لونها فاتح، مع التعرض للحرارة الشديدة اللي هي الحرارة اللي داخل الجهاز خلاص بيكون بالشكل ده، بتتحول إلى اللون الأسود. ده نوع من أنواع الأحبار، يتعرض يتحول اللون بتاعه بيتغير عشان نتاكد ان بعد عمليه التعقيم ان حصل تعقيم فعلا وان الحراره وصلت لدرجه الحراره المظبوطه. يعني الشريط ده بيتغير لونه عند درجه الحراره اللي احنا بنبقى ظابطينها، لو ما اتغيرش يبقى درجه الحراره ما وصلتش للدرجه المطلوبه ويبقى التعقيم ما تمش على النحو الامثل. نشوف مع بعض باقي الخطوات. يبقى احنا كده ايوه الشريط بيتغير لونه نتيجه نوع من انواع الاحبار اللي موجود. بعد كده بنفتح زرار الباور او الطاقه، وبعدين بنقفل حنفيه التصريف، وبعدين بنضيف ميه مقطره دي ايونايزد غير معينه عشان نحافظ على الجهاز من الداخل اللي مصنوع من الستانلس ستيل. بنحط الادوات بتاعتنا او كده داخل الباسكت وبنحطه داخل الجهاز، بنقفل الغطاء بقفل محكم جدا ونبتدي نظبط. ايه هنا بننتبه لغايه لما هنشوف نوصل درجه الحراره، اهو بيبقى 121 درجه الحراره خلاص. وهنا عمليه التعقيم، هنا بنتاكد ان احنا مختارين الاختيار الاعلى. طبعا ده بالنسبه للجهاز اللي احنا بنشرح عليه، في اجهزه ثانيه وباشكال وبانواع كثيره. ده اللي هو سلو اكزوست اللي هو الاولاني، ده اللي هو بيكون فيه تعقيم بالبخار وتعقيم تصريف بطيء. ليه؟ هنعرف واحنا شغالين دلوقتي. طب دي درجه الحراره، طب وبالنسبه للضغط؟ هنشوف دلوقتي مع بعض. اهو بالنسبه للضغط بنوصله لغايه ايه؟ لغايه 15، 10 اهي وادي 20، بنوصله لغايه 15 بي سي اي خلاص. طيب لمدة قد ايه؟ لمدة 15 دقيقة اهو. يبقى احنا كده اخترنا السلو اكزوست مود. ليه بقى هنا؟ هنا بقى نقدر نفسر قبل ما ناخد الخطوة دي. التفسير هنا ان التصريف البطيء ما بيسمحش للسوليوشنز او المحاليل انها تغلي، وزي ما احنا بنقول كده تفور، يعني تخرج بره الفوهة بتاعت البوتلز او الحاجه اللي موجوده عندنا. يبقى منع غليان السوليوشنز دي وانها تخرج بره الادوات الزجاجيه اللي احنا حاطينها فيها او البوتلز اللي احنا حاطينها فيها او الفلاسكس، يبقى احنا كده بنضمن انها تفضل في مكانها وما وتخرج على النحو الامثل دون ان تخرج بره فوهه البوتلز او الفلاسك. الخطوه اللي قدامنا دي بقى اللي هي عمليه تسجيل البيانات، ودي خطوه مهمه في اي معمل بقى، اللي هو التاريخ، الكميه، درجه الحراره اللي احنا ظابطينها، درجه الرطوبه، نوع الحاجه اللي احنا عقمناها، مين اللي كان بيعقم الى اخره. بعد ما بيخرج هنا بقى الخطوه دي مهمه، هنفتح كده على طول؟ لا يمكن، وتحذير هام عدم فتح الاوتوكليف الا بعد وصول الضغط الى درجه صفر. بعد ما كان في 15 هنا نزل عندنا لغايه صفر، يبقى كده ما فيش اي نوع من انواع الضغط داخل جوه. ليه؟ لان احنا لو فتحنا الباب او الفتحه بتاعه الاوتوكليف وجود ضغط، طبعا هيطلع البخار بصوره كبيره جدا يسبب مشاكل كبيره للشخص او الباحث اللي بيفتح الباب. طبعا الباب او الجزء ده بيتفتح ببطء شديد جدا عشان برضو بيكون فيه شويه بخار ما يخرجوش في وجه الشخص او الباحث او الطالب. يعني بنتاكد ان احنا فتحنا خلاص الفتحه بتاعتنا بتاعت الاوتوكليف، او بصوا فيه بخار ازاي. وبعدين بناخد الباسكت وبنكمل تدويب عشان نتاكد ان المواد بتكون دايبه. خلاص بعد كده الخطوه اللي قبل بس كده نرجع خطوه صغيره
عمليه صب الاطباق. طبعا هنا لما بتوصل درجه حراره 45 بتكون الميديا او الوسط الغذائي او الزراعي ده مناسب لصبه في الاطباق، وده ليه فيديو مستقل خالص تمام. بعد ما بنصب الاطباق كده خلاص احنا بنكون جاهزين او خلصنا الدوره الاولانيه اللي هي التصريف البطيء للتعقيم. هنا هنبدا الدوره الثانيه اللي هي الفاست اكزوست او التعقيم السريع، ده خاص بالبوتلز او الادوات الزجاجيه الفاضيه. عملنا ايه هنا؟ دي لازم نرجع لها الخطوه دي هنا تاني اهو. احنا هنا عملنا ايه؟ قفلنا الزجاجه للاخر باحكام، وبعدين نرجع نفتحها لنص المسافه بس، يعني نقعد نلفها كاننا هنفتحها بس نص المسافه بس. ليه؟ عشان ما يبقاش في ضغط موجود داخل الهواء اللي جوه لما يسخن ما يعملش ضغط جديد فتفرقع او تتكسر هذه البوتل او هذه الزجاجه. طيب بعد ما خلصنا بنيجي نحط الشريط زي ما اتعودنا وخدنا في التجربه الاولانيه نفس نوع الشريط عشان نضمن الحراره، نحطه في الباسكت في السله وبعدين نحطها نصب. هنا بقى نتوقف، ظبطنا عند درجه 21 بس ما اخترناش اللي فوق، لا اخترنا اللي هو دراي استيرلايز اند دراي. ليه؟ ما فيش هنا محاليل هتفور او حاجه او تغلي، فبالتالي بيبقى تصريف هنا سريع عشان تعقيم الجلاس وير او الادوات الزجاجيه، برضه بيبقى عند نفس الضغط 15 زي ما هنشوف هنا بس لمده حوالي 20 دقيقه، يعني المده بتبقى اطول شويه. وهنا بنختار الفاست اكزوست، نفس الشيء بنسجل كل البيانات بتاعتنا زي ما عملنا، بننتظر لغايه لما توصل لغايه صفر الضغط بتاعنا، نفتح ببطء شديد ونبتدي نخرج السله بتاعتنا فيها البوتلز او الجلاس وير اللي احنا محتاجين الادوات الزجاجيه اللي احنا هنستخدمها في اي شيء معانا. طبعا كده بنكون اتعرفنا على الشكل ده من اشكال الاوتوكليفز او الادوات اجهزه التعقيم، ولازم اهم شيء ان احنا نعرف الفرق بين الاثنين دول. احنا كده عملنا دورتين، دوره سلو اكزوست او التصريف البطيء ده خاص بالسوائل او الميديكال ويست المخلفات الطبيه، النوع الثاني الفاست اكزوست ده خاص بالامتي جلاس وير خلاص اند انسترومنتس الادوات الزجاجيه المعينه، وعرفنا الفرق بين الاثنين. ليه سلو؟ عشان ما يخليش السوليوشنز او المحاليل انها تغلي وتخرج بره البوتلز او الفلاسكس اللي احنا حاطينها للتعقيم. كده بنكون خلصنا الفيديو القصير ده ان شاء الله، ونلتقي في فيديوهات اخرى بمشيئه الله. والى ان نلتقي اترككم في رعايه الله وامانه، وندعو الله اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا ولا تجعل فيه عملنا هذا رياء ولا سمعه. امين امين امين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.